السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونكمل معانا شرح الباسج اللي شرحناه في الجزء الأولاني. ياريت تشوفوا الفيديو معانا. هنا نبتدي من عند the first ice cream shop. ده اهو السيجمنت التاني. The first ice cream shop opened in New York in 1876. So the first ice cream shop, أول محل فتح للآيس كريم لبال آيس كريم كان في ولاية نيويورك سنة 1876. Now there is an ice cream shop in every town and you can buy it at every grocery store. دلوقتي في وضعنا الحالي ده بقى في محل للآيس كريم في كل مدينة، كل قرية، وانت ممكن تشتري من اي محل الخضروات او الفاكهه. You can find a lot of flavors. ممكن تلاقيه بنكهات كتيره. From tomato to pickle. من الطماطم للمخلل. America's favorite flavors are vanilla and chocolate. النكهات المفضله في امريكا هي الفانيليا والشوكولاته. So what's your favorite؟ ايه المفضل بالنسبه لك؟ نيجي للأسئلة بالراحة كده نشرحها. عندنا دي زي practice كده للباسج اللي احنا لسه شرحينه. عندنا أول سؤال: Nancy Johnson invented the first ice cream space. نانسي جونسون اخترعت أول ice cream، عملته من ايه؟ Nancy Johnson invented the first ice cream churn. 2. One of America's space desserts is ice cream. من الحلويات المفضلة في أمريكا هي الآيس كريم. So المفضلة هتبقى One of America's favorite desserts is ice cream. 3. After lunch, I had ice cream for space. بعد الغداء أنا أكلت آيس كريم كأي. After lunch, I had ice cream for dessert. يعني أكلته كحلويات. حلت يعني بعد الغداء. The first ice cream factory space in Baltimore. So انا اتعمدت ما احطش اجابات للسؤال ده عشان نرجع تاني للباسج وندور عليه. وياريت نعمل كده في بقية الاسئله. ياريت احنا كمان نحط اسئله من عندنا، نغير في الاسئله. نرجع للباسج كده. عندنا اهو The first ice cream factory opened in Baltimore. So opened هي الإجابة. احنا ممكن بقى نغير، نعمل أسئلة تانية. نكتب what happened in 1843 مثلا، أو when did Nancy Johnson invent the first ice cream churn. ممكن احنا بقى نختار أسئلة اللي تحب، اللي يعني تعجبنا، تكون سهلة، whatever. احنا عايزين الطفل يبحث بقى في الباسج ويدور فيه كويس على الاجابات، مش لازم نحط له الاجابات قدامه عشان نخلي خياله يتحرك شويه ويفكر، ما يبقاش الموضوع سهل بالنسبه له. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. بليز لو في اي كومنت احب ان حضراتكم تشاركوه معانا. بليز لايك اند شير ذا فيديو.